سنة النبي لما حد يقول لك حلوة تقول له اتفضل هي لك. فالراجل ما مش
معلومة تطلعها من المعلومة العقيدة، لما ربنا يقول حاجة بيعملها كده معاك. واحد يقول لي ده كلام مش جديد ولا كلام ساعات بيبقى جديد، لكن الفرق ما بين المعلومة والعقيدة إن المعلومة ما بتعرفش تستحضرها لما تنزلك، العقيدة بتعديك. تبقى عارف يقينا إن هو الرزاق، فما تمدش إيدك للحرام حتى لو شغلك أكتر أو حصل لك اقتصادي معين. مش محتاج إنك الفتنة بالنسبة لك في الحتة دي تبقى ضعيفة مش جامدة. Spend.